انا احنا حصل الحوار مع السفير السعودي، عبرنا فيه عن رفضنا لمبدا احتجاز اي مواطن مصري خارج اطار القانون. هو قال انه مفيش احكام حواليه، لا حكم بالسجن ولا حكم بالجلد، وانه هيعلن مساء اليوم الاسباب الحقيقيه وراء احتجازه مساء اليوم. المؤتمر النهارده هيتعقد فين؟ مش عارفين لسه، لانه دي حاجه تخص الجانب السعودي. شكرا.